وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد تحية، ما هي آخر فعاليات المهرجان وكيف هو إقبال الجماهير؟ أرحب بكم مجددا من مدينة العالمين الجديدة. لازلنا نتابع الأجواء الجميلة الموجودة في فعاليات مهرجان العالمين. ربما إقبال الزائرين كنا نراه في الفعاليات التي كانت مساء أمس والخاصة بوزارة الثقافة فيما يتعلق بالفنون الشعبية والتنورة. كانت هناك الفرق التابعة لمحافظة أسيوط وأيضا الفرق التابعة للإسكندرية. يعني كانت بالأمس سهرة فنية رائعة كان بها عدد كبير من الزائرين من مختلف الفئات والأعمار، نتحدث عن الأطفال أيضا والأسر والعائلات الذين كانوا يتواجدون في منطقة الألعاب الرياضية بالمنطقة الترفيهية. وكنا نرى كل هذه الفعاليات وكل هذا الإقبال على الفعاليات المختلفة. ربما هذه الفعاليات أيضا ستستكمل خلال هذا الأسبوع، وأهم هذه الفعاليات بالتأكيد ستكون الفعاليات الرياضية، والكل في انتظار انطلاق مباراة أساطير كرة القدم بين ناديي الأهلي والزمالك التي ستنطلق يوم الخميس القادم. وعلمنا أيضا أن هذا الأسبوع سيكون هناك بعض الأنشطة الطلابية الخاصة بمشاركة الطلاب التابعين لوزارة التعليم العالي في مهرجان العالمين الجديدة، وتحديدا في هذه المنطقة التي نتواجد بها في مدينة الألعاب الرياضية. سيمارسون بعض الألعاب الرياضية وبعض الفقرات الترفيهية في مهرجان العالمين الجديدة. وهذا هو التنوع الذي يحرص عليه المهرجان في نسخته الثانية، بأن يكون لكل الفئات وكل الأعمار. ربما أيضا يتم التجهيز في مسرح الأرينا لاستقبال حفل الفنان تامر حسني الجمعة القادمة، وأيضا سيكون لدينا بطولة كرة الطائرة الشاطئية بالإضافة إلى بطولة السلة، ويعني بعض النجوم في اللعبتين سيتواجدون خلال هذا الأسبوع ليكون هناك عدد من الفعاليات الرياضية المختلفة على الملاعب التي تم تجهيزها. نتحدث أيضا عن استمرار شارع الخدمات الصحية في تقديم الخدمة الصحية التي تم الإعلان وإطلاقها أمس بين وزارة الصحة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فنحن نتحدث عن خدمات كبيرة مقدمة للزائرين في مدينة العالمين الجديدة للاستمتاع بكل الفعاليات. وربما كنا نرى منذ قليل أيضا الاستعداد ربما لتجهيز المسرح الذي سيستضيف المسرحيات القادمة التي ستنطلق في شهر أغسطس القادم، والتي تأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه وموسم الرياض. سنرى عدد كبير من هذه المسرحيات والفنون والفنانين، الفنان كريم عبد العزيز والفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد. ستنطلق هذه المسرحيات من هذه المنطقة، ويتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد خلال الفترة القادمة من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة. وربما أيضا كنا نتابع بعض التجهيزات الخاصة بالأنشطة للأطفال والتي ستنطلق ضمن مهرجان نبتة، وهو المهرجان المخصص للأطفال، بالإضافة بالطبع إلى الحفلات التي ستكون في نهاية هذا الأسبوع في المدينة التراثية والتابعة لوزارة الثقافة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات في مهرجان العالمين. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. شكرا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة.